فمع منزلة أخرى من منازل الإيمان، وتلك هي منزلة الإحسان، وهي منزلة من الشهرة بمكان تحدث عنها الله عز وجل في القرآن، وأخبر بل فصل في بيانها النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة في حديث جبريل المشهور، الحوار الذي بيّن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال السؤال والجواب كل الدين، كل الدين. ومنزلة الإحسان منزلة من أرفع المنازل، بل هي أرفع المنازل على الإطلاق، وكل ما في معناها أو يشبهها يندرج فيها مما سبق بيانه من منازل رفيعة، ومما سيأتي بحول الله عز وجل. وهذه المنزلة هي غاية العابدين ومنتهى السالكين إلى رب العالمين، وهي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. المؤمن الذي يجتهد في أن يحقق أعلى مراتب العبادة إياك نعبد، ويجتهد ليحقق أعلى مراتب الاستعانة وإياك نستعين، قصارى ما يمكن أن يصل إليه أن يكون محسنا في عبادته، محسنا في استعانته بالله رب العالمين. وقد قال الله عز وجل في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهذه العبارة في هذه الآية الكريمة العجيبة نص قاطع في بيان علة الخلق الذي خلق الموت والحياة، فخلق الموت والحياة يندرج فيه خلق الكون كله، لأن الكائنات جميعا هي ما بين أحياء وأموات، ما بين أحياء وأموات، وأحوال الكون حالان كبيران، حال حياة أو حال موت. فخلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة معلل لي، لام التعليل معلل، علة الخلق ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فخلق الحياة الكونية، ومعلوم أن جوهر الخلق الدنيوي الكوني إنما هو هذا الإنسان الذي كرم وأسجدت الملائكة كلها له، وهو بين حياة أو موت. فخلق ذلك كله إنما هو لإنجاز الابتلاء في حق الإنسان، ليبلوكم أي أيها الناس، كل الناس، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقد جعل سقف العمل ومنتهى الوصول الأحسن، فالله عز وجل يختبرنا بالتكليف، لا لنصل إلى المستوى المتوسط أو دون المتوسط، بل لنسعى ونجتهد لنكون أحسن. أيكم أحسن عمل، أحسن صيغة أفعل تدل على التفضيل، من أفضل من غيره في عمله، أحسن. والتفضيل الواقع هو في معنى الإحسان، فنجد إذن الأحسن يفوق، ليس السيء، يفوق الحسن. فالله طلب منا الأحسن ويقبل منا الحسن، هو عز وجل طلب الأحسن ولكنه يقبل الحسن سبحانه وتعالى. لكن المهم عندنا هنا أن العلة لي ارتبطت بفعل الأحسن، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وقبل أن نتحدث عن لطائف الإشارات من هذه الآية العظيمة، نسوق حديث جبريل المشهور الذي رواه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، نذكر منه ما يهمنا الآن، وهو يبتدئ كما تعلمون بقوله: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فأخبره
قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم بعد ذلك قال له أخبرني عن الإيمان، فأخبره بأركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. ثم صدقه بعد ذلك فقال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله بعد ذلك عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. فأخبره بما تعلمون: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا، فقال، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل. أتاكم يعلمكم دينكم. وهذه العبارة خاتمة الحديث، مفيدة جدا في بيان ما سبق. قال له: أتاكم يعلمكم دينكم. وعند علماء الأصول النكرة المضافة إلى الضمير تفيد الاستغراق، يعني العموم، كأنه بلغة أخرى قال له: جاي يعلمكم الدين ديالكم كامل كله بهذه العبارة. أتاكم يعلمكم دينكم، أي كل دينكم، ولم يقع استثناء شيء منه، وهو صحيح. الذي يتدبر الحديث يجد أن الدين كل الدين قد صيغ في هذه الكلمات: الإسلام والإيمان والإحسان. حينما قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هنا نعود إلى الآية، نجد تفسيرها الواضح البين في حديث جبريل. الإسلام، لما سولوا عن الإسلام خبروا على الشعائر العملية التعبدية، الشهادتان، وهما لفظون يتلفظ به. الكافر إذا أسلم وجب أن يعلن إشهار شهادته أو الشهادتين، يقول بصوت مرفوع مسموع: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فلو لم يعلن ذلك لما عرف، ولما أسقط عنه أحكام الكفر، ولما أحل به أحكام الإسلام. خصو يعلن الإسلام دياله، وإعلانه عمل قولي في حاجة اللي هي ظاهر. صحيح قد يعلن عكس ما يبطن، هذاك شي شغله بينه وبين ربه، يمكن يكون هو في قلبه كافر، ولكن أعلن الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نقول له: أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى الباطن. الغرض عندنا هنا ماشي التحليل الفقهي، لا، الغرض عندنا نقول أن الإسلام، لما سألوا عن الإسلام قالوا كذا وكذا، كيجاوبوا على الأشياء الظاهرة اللي كتبان. فالإسلام أعمال وشعائر متحركة في المجتمع، حية حسية، أعمال مرئية أو مسموعة أو محسوسة. في الشهادتان تلفظ، إقرار طبعا بالقلب، ولكن يجب أن يكون التعبير عنها باللسان، اللهم إلا من لا يملك طاقة للسان، هذا شكل آخر. ثم بعد ذلك قال له: إقام الصلاة. الصلاة حركة بدنية، بدن يتحرك بوضوء وبقراءة وركوع وسجود وتلاوة والمجرة وأذكار وسلام إلى آخره. والصيام كذلك حركة بدنية واجتماعية أيضا، حركة بدنية، لأن البدن ينقطع عن الأكل والشرب وما في معناه اليوم كله، واجتماعي لأن رمضان حركة تقع في المجتمع كله، وهو واضح بين مشاهد. الإنسان كيترك بزاف ديال الحقوق دياله، فإن قاتله أحد أو سابه فليقول إني صائم، مع أنه يمكنك أن تدافع عن نفسك بالمقاتلة والمدافعة، فإن كنت صائما لم يجوز لك ذلك. فإذا هناك حركة في المجتمع، العلاقات كتبدل ديال الناس. المفروض يعني الصيام السوي والزكاة هي أوضح من أن تبين بأن حركة اجتماعية، لأن علاقة بالأغنياء والفقراء،
والحج حركة أيضا، لأنه سفر وعمل واضح بين، طواف وسعي وهلم جر ووقوف إلى آخره، وإحرام فيه نية وفيه عمل ظاهر كترك المخيط والمحيط إلى آخره. فتبين أن الإسلام هو واحد المجموعة من الأعمال كتبان بالمشاهدة والمعاينة في المجتمع، كتدخل بلاد المسلمين كتعرفها بلاد المسلمين باش بشهادتين تسمعها إما عبر الأذان أو عبر الكلام أو تشوف الصلوات أو تشوف الزكوات أو تشوف حركة رمضان أو تشوف حركة الحجيج. مجتمع ديال المسلمين باين بالحركة دياله. ثم الإيمان حينما سأله عنه أجابه عن بواطن، ماشي أمور ظاهرة، أمور داخلة، أن تؤمن بالله. هو في الإسلام قال له أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي الإيمان قال له أن تؤمن بالله. واش كيعاود؟ ما كيعاودش. في الأول إقرار باللسان وإشهار وإعلان، والثاني إقرار بالجنان، أن تؤمن بالله الداخل في قلبك. فإذن الإيمان عمل باطن قلبي ماشي موجود في المجتمع بشكل ظاهر، اللي موجود في المجتمع بشكل ظاهر هو الإسلام، أما الإيمان فمحله في القلب، ولكن ليس معنى على معنى قول أهل الإرجاء يعني ما عندوش العمل، لا، لأنه لما ذكروا الإسلام والإيمان كيتفرقوا على جوج، فإذا ذكر أحدهما تضمن الآخر. لما نقولوا الإيمان نتكلموا عليه غير وبوحده راه داخل فيه الإسلام، لأنه لا وجود لإيمان بغير عمل، كما أنه لا وجود لإسلام بغير إيمان إلا لدى المنافقين. فحينما إذن أخبره عن الإيمان أخبره عن بواطن، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر، هذه أمور اعتقادية باطنة لا نريد التفصيل فيها، نحن نتحدث عن منزلة الإحسان وهي مربط الفرس وغاية الكلام. ما قال له فأخبرني عن الإحسان، قال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لاحظوا واحد ملاحظة في الإسلام، احسب له خمسة، 1 2 3 4 5، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة بني الإسلام على 50، وذكر هذه الأقسام الخمسة. في الإيمان احسب له 6، في الإحسان أعطاه جملة واحدة ما حسبلوش. فهل الإحسان أمر لا عمل فيه؟ طبعا فيه عمل، لما قال له أن تعبد الله بما؟ بالإسلام، بالشهادتين وبالصلاة والزكاة والصيام والحج، هذوك الخمسة. طيب إذن ما الفرق بين الإحسان والإسلام إذا كان هذوك الخمسة نيت؟ قال له كأنك تراه، فاجمع ها هنا بين الإسلام وبين الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعني كأنك ترى ربك عز وجل. فغاية الإحسان أنه نتيجة لتمام الربط بين شيئين، الإسلام والإيمان، اللي يجمع بين الظاهر والباطن بنسبة عالية كبيرة من الجمع فقد وصل إلى الإحسان، ومن لم يستطع فإنه ما زال في الإسلام ولم يليج بعد إلى منزلة الإحسان. فالولوج إلى منزلة الإحسان ليس بمعنى أن تزيد على الإسلام، حتى واحد ما يقدر يزيد على الإسلام، لأن أركان الإسلام الخمسة هي أركان تتضمن كل شيء من العبادات، ما يسحب لك شراه يعني تم الأركان الكبرى وكفى. نعم هي الأصول شهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولكن الشهادتان تتضمن كل ذكر لله عز وجل باللسان. الشهادة اللي مفروضة عليك وحدة، الكافر كما قلنا إذا أسلم مفروض عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مرة وحدة، فإن زاد فهو نفل وذكر ليس مكلفا به تكليف إلزام، ولكنه تكليف دبين لمن شاء. ذكر الله عز وجل بلا إله إلا الله معروف في الأحاديث الصحيحة أنه شيء حسن جيد، ولكن مش ملزم به، مش بزز، ليس واجبا، مندوب ونفل وعمل حسن. فإذا الشهادتان تتضمنان الفرض اللي هو الأصل الركن، وتتضمنان النفل بالتبع، كذلك إقام الصلاة
تتضمن الأصول الخمسة، الصلوات الخمس وما تفرع عنها النوافل. الصيام يتضمن الأصل الركن اللي هو رمضان وما تفرع عنه من النوافل. الزكاة تتضمن الفريضة وما تفرع عنها من صدقات. الحج طبعا يتضمن حجة الإسلام، كاين واحد الحجة كتسمى حجة الإسلام، هي الحجة الأولى ديالك، بها كتكمل الأركان الخمسة. فإن حججت بعد لم تعتبر حجة الإسلام، ولكنها كتكون زيادة في الخيرات، سنن ونوافل تزيدها، وتتضمن بعد ذلك العمرة. وكل أعمال البر داخلة بالمعنى في الإسلام، باش ما يجيبلكش بالك أنه الإحسان شي حاجة جديدة غادي ديرها. الإحسان هو إتقان الإسلام، إتقان الإسلام، وقد يقع بالأصول الأركان، ما تزيدش. هذاك الأعرابي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له الله أرسلك بكذا وكذا، يعني كي أكد له كي يحقق معه كأنه يستحلفوه، واش الله فعلا يعني رسلوا بهذه الأركان الخمسة؟ قال له نعم. قال له والله لا أفعلن هذا ولا أزيد، لا أزيد شيئا ولا أنقص شيئا. حلف له أنه غادر هذا الشيء، هذه الأركان الخمسة يديرها، ما يزيد عليها ولو ما ينقص عليها ولو. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، والفلاح غايته الجنة، ولكن بشرط إن صدق في تلك الأركان. فإن صلى الفرائض وأدى الحقوق من الأركان بصدق، ما هو الصدق؟ إن أدى الصلاة، إن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو يؤمن بالله يقينا، أن تؤمن بالله في الإيمان. وإن أدى الأعمال التي بعد وهو يوقن بأنه محاسب بعد ذلك، وبأنه لن يصيبه إلا ما أصابه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأنه في ذلك متبع لرسول الله ورسله، عامل في ذلك بكتابه. تطبيق وتوفيق، مطابقة بين الإسلام والإيمان، ذلك هو الصدق عينه. أفلح إن صدق، فإن صدق كان محسنا بإذن الله. الإحسان ماشي يعني إرهاق للنفس بالصلوات الكثيرة والنوافل الكثيرة. وقد ذكرنا قبل حديث زينب حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ووجد حبلا ممدودا بين ساريتين في المسجد، فقال لمن هذا الحبل؟ قيل لزينب رضي الله عنها، تقوم الليل فإذا تعبت شدت فيه. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حلوه، حيدوا هذاك الحبل، وليقوم أحدكم نشاطه فإذا تعب أو كسل فليرقد. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التكلف والتعمق والتشدد في الدين. صحيح البخاري، من شق شق الله عليه، يعني من شق على نفسه في الدين زاده الله شقاوة والعياذ بالله. إذن المطلوب حقيقة هو المطابقة بين الظاهر والباطن، حتى إذا حصلت المطابقة في الفرائض أولا جاز لك آنئذ أن تنتقل إلى النوافل، لأن أحب ما يتقرب به إلى الله كما في الحديث القدسي ما افترضته عليه هو الأول، هذا هو الأحب. ولكن لا ينتقل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لا ينتقل إلى هذه النوافل حتى يحقق الصدق في الفرائض. فإن حقق الصدق في الفرائض كان محسنا بهذه الفرائض بإذن الله قبل أن ينتقل إلى نوافل الخيرات. فالابتلاء بالأحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ماشي بالكثرة، ليس بالكثرة، ماشي العمل كتير عندك بزاف، بل بالعمل الصادق الخالص المخلص. والمخلص أيضا العمل الأحسن هو العمل الأصدق، رب عمل قليل بصدق كثير فاق عند الله، ولا شك هو فائق عند الله عملا كثيرا بصدق قليل. فإحسان العمل هو ربط بين أركان الإسلام وأركان الإيمان. ولذلك لما جاوب في الإحسان ما بداش يحسب له دير هذه ودير هذه، تقوم الليل وتمشي وتصدق وكذا، لا، قال له جملة واحدة، أن تعبد الله كأنك تراه. فتعبده بما؟ ما عطاش تفاصيل جديدة، أحال على التفاصيل السابقة، راه صفتنا لذاك الكلام اللي داز وهو الإسلام. ولا يمكنك أن تعبد الله بالإسلام كأنك تراه
إلا إذا حققت معنى الإيمان في الإسلام، فجمعت بين الأمرين ولم تكن كإسلام الأعراب أو كإيمان الأعراب. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. العمل الظاهر كان ديره والباطن مازال ما تحقق. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فشيء عجيب إذن حينما يضبط المؤمن ميزان السير إلى الله عبر المدارج، يعرف الدرجات، شكون الدرجة الأولى شكون الدرجة الثانية. وحينما يخطئ الإنسان هذا اللي كيتلف ليه الإنسان هذا الميزان، يخطئ الطريق إلى الله عز وجل. وقد رأينا وشاهدنا من أكثر من العمل يسحب له، يعني راه ملي كثر من العمل بزاف غادي يوصل، ولكنه حينما يكثر من العمل تضعف القدرة على أداء الأصول والأركان ويقل الصدق فيها. طبعا ماشي دائما، لكن نتحدث عن نوعية وعينة ممن لا يرتب الأعمال حسب أولوياتها قبل أن تسابق إلى قيام الليل مثلا. قيام الليل من أفضل الأعمال لا شك في ذلك، لا يجوز أن تسعى إلى قيام الليل ويكون قيام الليل على حساب صلاة الفجر مثلا. صف كل شيء ريبته، هذا بحال الإنسان اللي رسول تحت ورجله لفوق. أو صليت الفجر في وقته ولكن بعقل شارد حضر شنا تعب كسلان، فما كان ينبغي أن تفرط في الفريضة من أجل النافلة. ميزان الأولويات في الدين عمود فقري للسلوك إلى الله عز وجل. الإمام مالك رحمه الله مرة كان أحد طلابه بين يديه حلقة ديال العلم في المسجد النبوي في زمانه، يعني في زمان ديال الإمام مالك، فانفتى لا طالب خلف ساريتين يصلي ركعته. الإمام مالك يدير الدرس ديال الحديث ديالو كيقرر الموطا أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، واحد ناظم شاك يدير النافلة. من اللي رجع قال له الإمام مالك، ما الذي قمت إليه بأفضل مما كنت فيه؟ مشى يدير نافلة وترك واجبا، لأن طالب العلم الذي تفرغ للعلم يكون العلم قد تعين الوجوب فيه عليه. طلب العلم واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الكل، ولكن من تعين له وتفرغ له فقد حق عليه ولا بالسيف عليه مش الخطر، تعين حينئذ للضرورة دي. فكان يقوم بالواجب، أقل ما يقال فيه أنه يقوم بالواجب الكفائي. وطبعا وقطعا الواجب الكفائي خير بكثير من النفل، خير بكثير من النافلة. فهذا جبت مثال فقط الميزان ديال شكون الأولى شكون الثانية. فبيان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحوار الملائكي العجيب، وجبريل يسأله ويصدقه، ماشي كيسولو باش يعرفه هو، لا جبريل عرف، فهو من يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الأشياء، إن هو إلا وحي يوحى. ولكن كيقول للصحابة وللأمة بعد جيل الصحابة، ها الطريق ها المنهج باش تدخلوا للدين الإسلام، ظاهر أعمالكم لا قيمة له إن لم يعمر قلب المؤمن وهو يسلم لله بالشهادتين وبالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالحج، إن لم يعمر القلب بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلو ومره، آنئذ يكون محسنا. عمران القلب بهذا المعنى، يعني بالإيمان، وأنت تصلي وأنت تصوم وأنت تحج أمر نسبي، يعني ما يمكنلكش يعني القلب داير بحال شي غراف وتعمره في خطرة، هذا لا يتصور. ولكن يجتهد العبد كيخدم العبد على قلبه من أجل أن يستحضر هذه المعاني في سيره رغادي، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، تسالك إنك كادح إلى ربك كدحة، والشيطان يتلفك وتعود تجي ويجرك من هنا وتعود تجي من هنا، خنزب في الصلاة يعني شيطان الصلاة، وشياطين الإنس والجن تشوش عليك في صلاتك وفي صيامك، يسبوك يقتلوك باش يخرجوك عن الهدوء ديالك في الصيام، ويصبطوك على أداء الزكوات ويعطلوك على أداء الحج وهكذا. ولكن انت كتبدا تدافع وتجاهد نفسك في الله، تجاهد نفسك في الله عز وجل من أجل أن تستقر معاني الإيمان في قلبك حتى تحفظ إسلامك. إذن في هذا الطريق كيمكن تكون عندك تحت الصفر، يمكن يكون عندك فوق الصفر،
يمكن يكون عندك 50% تزيد واحد نقطة ولات لك 60%، كيمكن تعاود تنزل ل 20%، كيمكن تطلع ل 80%. فحيث تكون النسبة نسبة المطابقة عالية مع عمرها ما تكون 100%. هذه راه العصمة، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء. ولكن المؤمن يقارب النبي صلى الله عليه وسلم، لطيف في عبارته، دقيق في كلامه، قاربوا وسددوا ولن تحصوا، يعني راك ما تقدرش توصل تمام الكمال، ولكن الله عز وجل قابل منك القريب، قريب النسبة العالية قبل منك، وجعله إحسانا. ولذلك قال عبارة دقيقة: كأنك ترى. ثم قال بعده: فإن لم تكن ترى فإنه يراك. ومن معاني ذلك أن الإنسان يجتهد باش يخدم كأنه يرى ربه، كأنه بحال لا راه خدام بين يدين الله عز وجل وهو يشوف رب العالمين. صحيح هو لا يراه بعينه المجردة، ولكن كأنه. وهذا المعنى صعيب تجيبه للبال، يعني فاتل كتجيبه يعود يهرب لك. ولذلك قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تستطع أن تحقق المعنى الأول فلك أن تحقق المعنى الثاني، وهو أنك تستحضر أن ربي عز وجل هو يراك. وهذا سهل، إلا بغيت تستحضر بأن الله يشوف فيك سهل، غير اللي ما بغاش. وجعل ذلك درجة من درجات الإحسان، تبسيطا للإحسان وتيسيرا للأمة. والدين يسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما قديت تستحضر بأن أنت تشوف الله، استحضر بأن الله يشوفك. كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فهو يراك، فهو يراك. وهذا قلت في طريق المطابقة بين الإسلام والإيمان، طابق بين الإسلام والإيمان يعطي نتيجة هي الإحسان. الإحسان، المؤمن المحسن من كان قوله على قدر فعله قدي، أو على الأقل وبالأدق من التقاربين، وحتى قارب دقيق وكبير. أما من ناقض قوله فعله فلا علاقة له بالإحسان حينئذ. راه في الإسلام، وكثير من المسلمين لا خلق لهم مع الأسف، بزاف ديال المسلمين من الفجار، قد يكون المسلمون فاسقا وقد يكون ورعا وليا بالمعنى الحقيقي القرآني للولاية. لما لا؟ الله سبحانه وتعالى كريم. ثم بعد ذلك في رسم منهج التعبد في الإحسان سولوا على الساعة، قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. شوفوا هذا الأمر العجيب، واش هو سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ما عارف شيء بأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني ما سيق خبر للساعة؟ عارفوا بأنه ما سيق خبر، ومع ذلك يسولوا، والآخر تهوى يجاوبوا بداك الشيء اللي كاين. من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا وياك في الجلي بها سوا، لا أنا لن تسيق إلا الخبر. هذا هو طريقة كان بها جبريل عليه السلام يعلم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيعلمهم ويعلمنا معاهم طبعا، كيعلمنا كيفاش نعبد الله عز وجل، كيقول لنا بطريقة أخرى: ما تمشيش تسول على الحاجة اللي ما تنفعك في الدنيا ما تنفعك في الآخرة، اسأل عن علمين بني على عمل. فحينما سأل عن الإسلام، الإسلام أعمال تتعلق بالجوارح تتعلق بالبدن والنفس، أجابه جاوبوا في الإسلام لأن عمل. لما سولوا عن الإيمان جاوبوا لأن الإيمان عمل قلبي وجداني. لما سولوا عن الإحسان جاوبوا لأنه إتقان المطابقة بين عملي الجوارح وعمل القلوب. ولكن لما سولوا عن الساعة، وهنت عرفت الساعة، ما يزيدك ذلك بل قد يزيدك فشلا ويزيدك اضطرابا ووسواسا، أي تلفك عن العمل. وما أخفاها رب العزة إلا لحكم من بينها أن يسير الإنسان المؤمن إلى ربه مطمئنا. بنادم كتلقاه جالس معاك هذا هو من هنا دقيقة أو جوج دقائق غادي يديم ولا ما نمنتو. من رحمة رب العباد بالعباد أن أخفى عنا سر الساعة وسر الموت بصفة عامة. فقياسا على هذا المنهج، ما ينبغي لمؤمن أن يطلب من الدين علما ما لا عمل تحته. مع الأسف كتلقى الأسئلة ديال شحال ديال الشباب يجي يسولك شي أسئلة ما عندها رأس ولا رجلين. وقد ذكرت في مجلس سابق مثل هذا، كما يسألون أو كأسئلتهم مثلا عن كلب أهل الكافي، واش كان ذكر ولا أنثى، وسؤالي زوجتي موسى إحداهما واش صغيرة ولا الكبيرة، هو من بعد
ما سكت الله عنه في القرآن إلا لأنه لا قيمة له، ما عنده قيمة في العمل، لا تفيد في العمل، وكثير هذا. فانشغال الإنسان في الدين بلا ما لا عمل تحته ينقض الإحسان، ما يخليكش تشد مرتبة الإحسان. فانبهن جبريل عليه السلام إلى أن المؤمن القاصد ربه عز وجل عبر منزلة الإحسان يجب أن ينشغل بالعمل، أن تعبد الله كأنك ترى، واسأل بعد ذلك عما يعنيك من عبادة الله، أمور اللي غادي تخدم بها في العبادة سول عليها، ما غاديش تخدم بها في العبادة علمها وزر، العلم بها غادي غير تقل بك وتحل به. وعن علمه ماذا عمل به؟ أي سولك ربي هذا العلم ايش درت به؟ تقول له يا ربي ما صالح شيء للعمل، علاش مشي تقلب عليه؟ ستسأل. فإن كان علما قائما أو يقوم على عمل سئلت عن ذلك العمل، أأديته على وجهه وحقه أم لا؟ وإن كان علما لا عمل تحته سئلت عنه بعد ذلك، لما طلبته وضيعت جزءا من العمر في طلبه؟ إنما ها هنا لنا مسألة، العلم اللي كنت تكلموا عليه هو علم الدين، علم الشريعة، باش ما يجيبلوش الواحد البال ديالو يقول له ودي كاين العلوم ما يسمى بالعلوم البحتة، حال الرياضيات ولا الفيزياء مثلا ما كندير بها والو فلا يصح طلبها. لا، مش هذا الشيء كنت تكلموا، العلوم المتعلقة بالتكليف الشرعي، أما حتى العلوم الأخرى راه تحتها عمل، لا يتصور علم من تلك العلوم ليس تحتها عمل، بل تحتها عمل بطريقة أخرى، ما عندنا غرض، هذا مجال آخر. فإذن غير باش ما ينصرفش دين بعض الشباب، شي واحد كيقول لك أنا هاد علوم الدنيا ما عندي ما ندير بها، ومشي نقرا الشريعة ومشي نقرا الدراسات الإسلامية، وكيخلي الطب ويخلي الفيزياء ويخلي الكيمياء، يقول هذيك علوم ليس تحتها عمل، لا هذا غلط. المقصود بقواعد التكليف الشرعي من العلم الذي لا عمل تحته علوم النص وعلوم الدين بالمعنى الضيق للكلمة، بالمعنى الاصطلاحي للكلمة، باش ما مشيش الإنسان يبدأ يسول في التفاسير على أمور ما تنفعوش، ويسول في الأحاديث على أمور ما تنفعوش، سول على ما ينفعوك. ولذلك حينما سأله عن أماراتها قال فأخبرني عن أماراتها، جاوب، لأن الأمارات نذور، نذور جمع نذير، يعني أخبار لما تشوفها بعينك كتحقق كتخاف، وتساعدك وتسرعك إلى التوبة. ملي تشوف ديك المظاهر اللي تكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم كيقول غادي يوقع في آخر الزمان وغادي يوقع في آخر الزمان، لما تبدأ تشوفها بعينك الآن تقول هاد الشيء اللي تكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا زمن الفتن، هذه الساعة كتجري للاعتصام بكتاب الله والاعتصام بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام خوف الفتن، كتعرف بأن الوقت صعيب والزمان ما بقى شيء سهل، وهذا مفيد في العمل. إذن نعود إلى ما بدأنا به، أن الإحسان يتحقق بالقليل، آل الأمر إلى هذا، الإحسان يتحقق بالقليل ولكن بالصدق فيه، أفلح إن صدق. ونبين شيئا آخر أدق من هذا، إذن الإحسان كيدور بين جوج، بالإيمان والإسلام. إذا كان ذلك كذلك وعرفنا بأن الإيمان اعتقاد قلبي وجداني، أن تؤمن بكذا وكذا وكذا وكذا، تؤمن تعتقد بقلبك ووجدانك، فكيف يتصرف ذلك في العمل الذي هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل؟ أول الأشياء أن المؤمن عليه أن يحقق الصدق فيما هو مقبل عليه وفيما هو دائم عليه وفيما هو غالب عليه، تمشي للشيء الكبير، يعني هذه دابا الخطة العملية باش تخدم، باش ما تبقاش معاني مجردة في الدين. فإذا أردت أن تحسن عملك سير إذن إلى ذلك العمل الذي يبتدئ من شهادة إن لا إله إلا الله وينتهي بحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وشوف فيها وحدة 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 باش غتبدأ. أول شيء تبتدئ به إنما هو الصلاة، الصلاة، لأن الشهادة بالنسبة لنا نحن معشر المسلمين أمرون حاصلون بالأصالة، كانت تولدوا من كروش ممتنا مسلمين، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجلسانه، الحمد لله ونشكره ما جيناش من عائلات ديال النصارى ولين، جينا من عائلات ديال المسلمين. فهذا الإشكال ديال الشهادتان ما عندناش، اللهم إلا إذا تحقق أن أحد المسلمين أنكر ذلك، هذه ردة، هذاك شغله. أما من بقي على أصل فطرته فهو مسلم. إذن تحقيق المعاني الإيمانية في العمل بقي في الأربعة بشكل أبين وأقوى،
كاين في الاول اللي هو شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ولكن مره واحده بالنسبه للذي اسلم حديثا. الحج واضح انه فريضه واحده في العمر، ولمن استطاع الى ذلك سبيلا. وش علم واحد ما وصلش ونفرض وصل، يعني تحقيق الإحسان وهو سيرون إلى الله دائم ومقام ثابت لمن ثبته الله عليه لا يقع بالقصد الأول في الحج. والحج عمل واحد في العمر، حجة الإسلام وحدا اللي كاينه، وخا تحج عشرات الحجات راه حجة الإسلام عندك غير ديك الأولى إن كانت صحيحة ولم تبطل، ما طاحش منها شي ركن من الأركان اللي بطلها، فهي حجة الإسلام وما بعدها نوافل. رمضان عبادة مرة في السنة وهي شهر، وحنا تكلمنا عن الإحسان أنه مقام منزلة، يعني واحد الحالة كتعيشها ديما، ولكن رمضان ما كتعيش شيء ديما، كتعيش شهر في العام. الزكاة، الزكاة عبادة قاصرة ضيقة، لأنها أولا لا تجب إلا على الأغنياء، عدد كبير من الأمة فقراء هما دايزا فيهم الزكاة، ماشي غادي يعطيهم الزكاة، فكيف يحققون الإحسان في زكاتهم والزكاة غير متعلقة به؟ فالذي يحقق الإحسان في الزكاة إنما هو فئة قليلة وهي فئة الأغنياء. ثم ما مدى تحقيق الإحسان؟ مرة واحدة في العام، فهي أشبه ما تكون برمضان، وهو أن يحقق الصدق في عبادة الله بأداء المال فيعطيه رضيع، ولكن الحال الإيماني الذي ينتج عن ذلك لا يمكن أن يستمر سنة. بقيت لك الصلاة، هي اللي كتخدم بها 24 ساعة على 24 ساعة حتى تموت، وهي المجال الأحسن والأولى لتحقيق الإحسان لجميع المسلمين. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والأحاديث في هذا المعنى متواترة المعنى صحيحة اللفظ، وهي كثيرة في تفضيل الصلوات على باقي العبادات على العموم، إلا ما خصه الدليل حسب الأوقات وحسب الأشخاص. الصلاة هي باب الإحسان، الصلاة هي باب الإحسان، والفريضة منها هي المفتاح. مش ما يبلكش يودي الصلاة وتمشي تجري للنافلة، جيد أن تكون من أهل النوافل ومن أهل الليل، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، وهو صحيح السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والإدلاج كناية عن القيام الصلاة بليل. وخير صلاة من النافلة يصليها المؤمن بعد الفرائض الصلاة بليل، لكن قبل ذلك الفريضة أولا. حققي الخشوع فيها، وقد جعله مالك رحمه الله ركنا من أركان الصلاة، ويبطل صلاة من لم يخشع، وجعل من الخشوع أن يكون ولو في سجدة، وهو من تسهيل والتيسير. قلنا إذن حقق خشوعها أولا، وحقق بعد ذلك وأحسن وضوءها، سير إليها إلى مساجدها إلى جماعاتها، اضبط مواقيتها، اهتم بها، اجعلها هما تسكنك. إذا صليت الفجر ففكر للظهر، وإذا صليت الظهر ففكر للعصر، وإذا صليت العصر ففكر للمغرب، وإذا صليت المغرب ففكر للعشاء، وإذا صليت العشاء فنوي أن تقوم للفجر، تكون محسنا حينئذ بإذن الله في صلواتك. ولا يعقل أن تنتقل إلى النوافل ولما تحقق الفرائض هذا ونحوه، فإذا تحقق هذا فاسعى للإحسان فيما دون ذلك من العبادات، يكون سهلا بإذن الله عز وجل، إذ مفتاحه الصلاة، ذاك هو الباب. فمن أخطأ هذا لن يحقق الإحسان في الباقي، لأن الدين كله بني على عمود وعموده الصلاة. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي الأولين والآخرين محمد وآله وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.